هذا وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة. وشاركت مجموعة من الأطفال الرئيس في وضع الإكليل، ثم عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد. وعقب ذلك رفع الرئيس عبد الفتاح السيسي علم مصر على أطول سارية في العالم بساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة، إذانا بافتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.